شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يتفقان على مؤتمر عالمي للسلام. أكثر من 120 قتيلا في 7 تفجيرات لداعش بمعاقل الأسد في سوريا. وفي نشرتنا نناقش أيضا: نتنياهو يراوغ ويعلن رفضه مبادرة السلام الفرنسية. نشرة الثالثة من النهار اليوم، أهلا بحضراتكم. استقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان شيخ الأزهر الشريف الإمام الدكتور أحمد الطيب في لقاء تاريخي بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين المؤسستين الدينيتين، في زيارة هي الأولى من نوعها، حيث اتفق شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على عقد مؤتمر عالمي للسلام. التقرير التالي يرصد ملامح العلاقة بين المؤسستين الأكبر في العالم دينيا. صنفه المراقبون على أنه لقاء تاريخي، قمة تجمع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أول لقاء من نوعه يجمع بين المؤسستين الدينيتين في تاريخهما. شيخ الأزهر يذهب اليوم وفي جعبته رسالة الإسلام السمحة، الدين البريء من كافة أشكال الإرهاب التي يعيشها العالم، نفس الرسالة التي أكد عليها سابقا بابا الفاتيكان، ربما هي ما فتحت الباب لحوار جديد بعد العلاقات المتوترة بين المؤسستين. لقرابة عقد جراء حديث بابا الفاتيكان السابق عن ربط الإسلام بالعنف، مما أثار استياء الأزهر، ورغم محاولات الفاتيكان العديدة لتوضيح أن الأمر لم يكن خطأ مقصودا مقدما اعتذارا رسميا، إلا أن الأزهر أصر على أن ما حدث يمثل إهانة وجرحا لمشاعر المسلمين. لم يكن الأمر ليهدأ حتى خرج البابا السابق بتصريحات أخرى حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية والتي طالب فيها بحماية المسيحيين بمصر، الأمر الذي اعتبره الأزهر تدخلاً في الشؤون المصرية ليتجمد الحوار بين الجانبين. 2014 عام تفتحت فيه العلاقات من جديد بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة هي الأولى من نوعها للفاتيكان. أشكال عنف وإرهاب تجتاح العالم، كان لابد مع كل هذا أن تقف كبرى المؤسسات الدينية العالمية بجانب بعضها لعلها توحد الشعوب نحو الإنسانية واحترام الأديان. فحينما انتصف فبراير 2016 اتفق الأزهر الشريف والفاتيكان على أهمية عقد لقاء مشترك بينهما للترتيب لعودة الحوار بين الجانبين، حوار ربما يستطيع أن يقرب بين وجهتي نظر حان وقت تلاقيهما في زمن يقف فيه الإرهاب على أبواب الجميع لا يفرق بين أتباع ديانة وأخرى. أي عبد العزيز، النهار اليوم. في شأن غير بعيد، انطلقت في تركيا اليوم فعاليات القمة الإنسانية العالمية بمشاركة نحو 60 رئيس دولة وحكومة، وتستهدف القمة تقديم معالجة أفضل لما تصف الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي كلمته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة الحكومات والأعمال ومنظمات الإغاثة والمانحين للالتزام بتقليل عدد النازحين إلى النصف بحلول عام 2030. هذه القمة تركز في جدول أعمالها على الإنسانية بعد 3 سنوات من المشاورات مع آلاف الأشخاص في أكثر من 150 دولة. قد تمكنا من أن ننظم هذه القمة الإنسانية العالمية بهذه الطريقة، نظرا إلى الدور المهم الذي يمكن أن نطلع به لمساعدة الأشخاص الذين يتأثرون بالأزمات والجمعيات غير الحكومية والوكالات الإنسانية. وخلال الأيام المقبلة إن شعوب العالم سوف تتطلع إلينا كي نتمكن من أن نقدم التزامات في 5 مجالات. أولا الوقاية من النزاعات وتسويتها، لابد من أن نقوم بالمزيد من أجل تفادي اندلاع النزاعات التي تؤدي أو التي تشكل 80% من التمويل الإنساني، وهذا يتطلب إرادة سياسية أقوى
وحس قيادة ومثابرة. ثانيا حماية المدنيين الذين يتعرضون للهجمات أكثر من أي وقت مضى. في سوريا أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت اليوم بطرطوس واللاذقية وحصدت أرواح أكثر من 120 قتيلا. قالت وكالة الأنباء السورية إن أكثر من 20 شخصا قتلوا في 3 تفجيرات إرهابية بمدينة طرطوس الساحلية. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قال إن 4 تفجيرات استهدفت بشكل متزامن مدينة جبلة في ريف اللاذقية. في العراق أفادت تقارير بسقوط 5 قتلى و3 جرحى من الجيش العراقي في المعارك مع داعش جنوبي المدينة. التقرير التالي به المزيد عن عملية تحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي وتفاصيلها. دقت ساعة التحرير وليس أمام داعش إلا الفرار. بهذه الكلمات أعلن رئيس وزراء العراق والقائد الأعلى لقواته المسلحة حيدر العبادي بدء عملية تحرير مدينة الفلوجة من قبضة التنظيم الإرهابي. ستعود الفلوجة كما عادت مئات القرى والمدن والقصبات إلى أهاليها وتم تحريرها من ظلم وغدر داعش. الحملة تشارك فيها أجهزة أمنية وعسكرية من بينها جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والأفواج الخاصة وطوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري والحشد الشعبي، كما ستلقى دعما بغطاء صاروخي وقصف جوي عراقي، إضافة إلى غارات التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي. معركة استعالة الفلوجة سبقها طلب الجيش العراقي من أهالي المدينة الاستعداد لمغادرتها عبر طرق مؤمنة على أن ترفع العائلات التي لا تستطيع الخروج من المدينة رايات بيضاء في مكان وجودها. التقارير التي وردت في مستهل تلك العملية تحدثت عن سماع أصوات قصف عنيف على الجهة الشمالية للمدينة من ناحية قرية الأبرجية، وهي المنطقة التي تشكل محورا رئيسيا لاقتحام المدينة، حيث تجمعت أعداد كبيرة من قوات الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية بها. كما أعلن الجيش العراقي لاحقا استعادة منطقتي السجر والصبيحات في الفلوجة ومقتل عشرات من مسلحي داعش. أهمية تحرير الفلوجة من قبضة التنظيم الإرهابي تعود إلى اعتقاد سائد لدى الفصائل المختلفة بأن التفجيرات الإرهابية التي تحدث في بغداد تأتي نتيجة عدم تحرير مدينة الفلوجة القريبة من العاصمة العراقية، فضلا عن قضايا ترتبط بالصورة الذهنية بأن الفلوجة مركز الإرهاب والتطرف في العراق، ما يستلزم وأده في أقرب وقت. كذلك تدعم هذه العمليات الرؤية الأمريكية التي تنطلق من حسابات كبرى أساسها البحث عن نصر ضد الإرهاب يدعم الرئيس باراك أوباما والديمقراطيين. فداعش أربكت الحسابات الأمريكية وجاء التدخل الروسي في سوريا ليربكها أكثر. من هنا تبحث واشنطن عن إنجاز يكون على غرار تفكيك عصر أوباما لتنظيم القاعدة والقضاء على زعيمه أسامة بن لادن بأفغانستان، وقد واتت الفرصة لتحقيق ذلك في الفلوجة العراقية. في اليمن ارتفعت حصيلة التفجيرين اللذين استهدفا اليوم مقرات لتجنيد المتطوعين بعدن إلى 41 شخصا. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا تمكن من التسلل إلى وسط تجمع لعشرات المجندين الذين كانوا يعملون على استكمال إجراءات التجنيد وفجر نفسه، مما خلف 34 قتيلا و22 جريحا. أما الهجوم الثاني فقد ضرب معسكر بدر وكان باستخدام عبوة ناسفة واستهدف عددا من الجنود، مما أوقع 7 قتلى وعشرات الجرحى. في غضون ذلك تستأنف بالكويت اليوم محادثات السلام اليمنية بين وفدي الحكومة والحوثيين. وقال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المحادثات تمضي بوتيرة جيدة وهي تحرز تقدما ملموسا، مشيرا إلى دعم خليجي لإنجاح هذه المفاوضات. وأضاف أن محادثات السلام دخلت فعليا في القضايا الجوهرية وبات متوقعا أن تشهد في هذه المرحلة الكثير من الصعوبات. عن رئيس مجلس الأمن الذي دعا به جميع الأطراف اليمنية إلى وضع خريطة.
دعت مصر إلى تضافر الجهود الإعلامية العربية في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وقالت في كلمة لها ألقتها صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بافتتاح أعمال الدورة الخامسة لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الجامعة العربية، إن الحلول الأمنية رغم أهميتها لا تكفي وحدها لمحاربة الإرهاب. وفي ختام الاجتماع اعتمد الوزراء مدينة القدس عاصمة للإعلام العربي لعام 2016. نحن في مصر بادرنا بالسعي الجاد والحثيث لتطوير وتنظيم منظومة الصحافة والإعلام، إدراكا لعظم الدور الذي تطلع به وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، حيث وافق مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد الذي سيمثل بعد التصديق عليه من مجلس النواب. بينظم مشروع القانون العمل الإعلامي في مصر، وهو بعد إقراره وصدوره وفي ظل وجود نقابة للصحفيين ونقابة للإعلاميين لأول مرة في تاريخ مصر، وميثاق الشرف لكل منهما، فإن الإعلام سيعمل في مناخ أو في مناخ من الحرية المسؤولية التي تمكنه من أداء رسالته بالغة الأهمية. وجانب كبير من هذه الرسالة هو مواجهة الفكر السقيم المتخلف الذي يعتمد على الإرهاب. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، واقترح بدلا من ذلك لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس. وقال نتنياهو أثناء لقائه بنظيره الفرنسي مانويل فالس أن المفاوضات الثنائية هي الطريق الوحيد للمضي قدما في مفاوضة السلام، واقترح على فالس مبادرة فرنسية مختلفة على شكل محادثات ثنائية في باريس. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في ضحايا الطائرات المصرية المنكوبة. وأعربت ميركل في برقيتها للسيسي عن مواساتها لمصر حكومة وشعبا ومؤازرتها لأسر ضحايا الحادث. كما بعث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير برقية مماثلة إلى وزير الخارجية سامح شكري. تتواصل عمليات البحث عن بقايا حطام الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط. يأتي هذا فيما نفى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ما توارد عن اتصال قائد الطائرة بوحدات المراقبة الجوية المصرية، وقال إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وأضاف أن الطائرة لم تجري أي اتصال بالمراقبة الجوية المصرية، وأنه تم رصد الطائرة راداريا فقط على شاشات الرادار على النقطة الحدودية بين المجال الجوي المصري واليوناني والمعروفة باسم كومبي، والتي تبعد عن القاهرة بنحو 260 ميلا بحريا. وفي شأن ذي صلة، استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم رئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية الذي تقدم بتعزيه لأسر الضحايا الطائرة المصرية المنكوبة. وأكد رئيس الوفد الفرنسي أن التعاون بين البلدين سيكشف ملابسات الحادث، كما أشار إلى أنه يحمل رسالة من رئيس مجلس النواب الفرنسي بتوجيه الدعوة لرئيس مجلس النواب المصري لزيارة فرنسا. وعلى صعيد جلسات لجان البرلمان، يحضر 6 وزراء اجتماع اللجان لطرح سياسات وزارتهم أمام اللجان المختصة وتلقي المقترحات من أعضاء تلك اللجان، حيث يحضر كل من وزراء الكهرباء والدولة لشؤون مجلس النواب والاتصالات والنقل والشباب والبيئة. يقوم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق عدة أيام بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد. وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة إنه من المقرر أن تشهد الزيارة العديد من المباحثات على صعيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من تصفية 13 إرهابيا بوسط سيناء وجبل الحلال، وذلك في إطار العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد. وأعلن المتحدث العسكري ضبط وتدمير 30 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف قواتنا على محاور التحرك شمال غرب جبل الحلال. كما نجحت القوات في ضبط 50 لغما مضادا للدبابات و95 لغما مفرغا من المواد المتفجرة بمنطقة شمال غرب جبل الحلال وضبط مخزن للمتفجرات. أكد مدير أمن الإسماعيلية اللواء علي العزازي أن عملية البحث ما زالت مستمرة عن المتهمين الأربعة بخطف مستثمر سعودي، وذلك بعد القبض على 3 من أصل 7 متهمين. وأشار العزازي إلى أنه ضبط مع المتهمين السلاح الآلي المستخدم في عملية الخطف، إضافة إلى مبلغ 252,000 جنيه. بعد خطف السعودي كان في توجيهات من السيد وزير الداخليه فورا بضبط المتهمين وتحريره. فعلا بتوفيق ربنا تم تشكيل فريق بحث عالي مستوى جدا جدا. فريق البحث استمر عمله فتره طويله لغايه لما تم تحريره وتبين انه كان بدافع فديه. تمت برضه تواصل فريق البحث في عمله حتى تم ضبط التشكيل العصابي الخاص اللي هو قام بخطف الاخ السعودي، وتم القبض عليه. تم التشكيل اللي هو تم القبض عليه ده مكون من 7 افراد، تم القبض على 3، في 4 هاربين ان شاء الله جرى ضبطهم. لما ضبطنا الثلاثه العام لقينا معاهم بندقيه الي، ولقينا معاهم جزء من مبلغ الفديه اللي كان دفعوه ال 5 مليون، لقينا معاهم 525,000، وتم ضبط دراجه بخاريه اللي كانوا بيراقبوا بيها، ولسه ان شاء الله جاري ضبط الاربعه المتهمين الاخرين. قام الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتوقيع عدد من عقود المنح المباشرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتطوير المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى. شارك في عمل المؤتمر جيمس مورن سفير الاتحاد الأوروبي ومحافظ القاهرة والجيزة والقليوبية. النهارده توقيع الاتفاقية مع الوكالة الألمانية جي اي زد والاتحاد الأوروبي برعاية السفارة الألمانية، وطبعا بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والمنحة دي شامل عندنا 3 مناطق ضمن المناطق اللي هي الغير مخططة، اللي هي العشوائية اللي احنا بنطلق عليها المناطق العشوائية الغير مخططة، عندنا في شبرا الخيمة وفي اليوب وفي مدينة الخصوص. المنحة هتخش عندنا تبلغ حوالي 4.5 مليون يورو. احنا بندعم فيها ب10% كمحليات، والباقي بتتحمله الوكالة الألمانية. برنامج جي اي زد مع محافظة الجيزة سبق ان احنا تعاقدنا على منطقتين قبل كده، منطقة جزيرة الدهب والوراق. النهارده وقعنا تطوير منطقه بولاق الدكرور القديمه ما بين صرف صحي ورصف وانترلوك، تركيب انترلوك واناره لحوالي 43 شارع متفرعات همفرس ونهيه وزنين. أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة مد فترة تسليم الأوراق للمتقدمين للدفعة الثانية لمدة 1 أسبوع إضافي لإتاحة الفرصة للمقبولين لتقديم الأوراق المطلوبة. كانت عملية تسليم الأوراق من المقبولين والبالغ عددهم 10,000 شاب بدأت يوم 10 مايو على أن تنتهي يوم الثلاثاء 31 مايو. نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية قافلة تعليمية مجانية لمراجعة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي. وقال عبد العال إسماعيل خبير اللغة العربية إن القافلة تتم للعام الرابع على التوالي، وأنه تم تنفيذ 20 قافلة على مستوى الجمهورية هذا العام في مختلف المواد. ويتم من خلال هذه القافلة تعريف الطلاب بأهم الأسئلة المتوقعة وكيفية حلها بطريقة سهلة ومبسطة.
في الإسكندرية يعاني أهالي حي المنتزه شرق من تدهور شبكة الصرف الصحي، إذ وصل الحال لغرق معظم شوارع منطقة المندرة قبلي بمياه الصرف نتيجة تدهور الشبكة الرئيسية، وهي المشكلة الكبرى التي تعاني منها المحافظة ككل. وكشف الأهالي عن مدى معاناتهم لكثرة إرسالهم شكاوى سواء للحي أو لهيئة الصرف الصحي دون أي استجابة منذ سنوات عدة. معدتنا تعبت من القرف ده والله العظيم يا عم. انا كل يوم هنا، ده مكاني، ده كل يوم رايح جاي، وانا مستلم متكل على الله وراح اجرش برجع من هنا نفس الحدود ده. النهارده رايقه، احنا في مكان ده شارع 20 اسمه شارع الصرف. شارع الصرف بادئ من شاطئ ملاهي شاطئ المعموره لغايه نبو المهندس اللي هو شارع الملاحه، ماشي. الشارع ده بقى لنا شهر دلوقتي المجاري ضربه فيه ومغرقه اكتر من 10 فدادين جنب مستشفى المعموره. يعتبر من يوم ما جينا هنا واحنا في الهم ده. على فكره كانت احسن حته في المنطقه دي كانت من احسن الحتت. من ساعه ما تعرفيش بقى، فاهم؟ كل يوم في المجاري دي احنا الجراش بتاعنا مش عارفين نشتغل، ولا زبون بيعرف يخش بالعربيه ولا يطلع. يعني يعتبر حالنا واقف ونتحاين على الناس هنا ونبص ايديهم حد يساعدنا بتاع، ما فيش. وإلى الغردقة، حيث اختتمت فعاليات مهرجان الإبداع للطهاة بمشاركة 52 متسابقا يمثلون 22 فندقا سياحيا من 8 مدن مصرية. وبدأت عمل المسابقة بعمليات النحت على الأشكال الفنية من جانب الطهاة. وشملت المسابقة عمل النحت الإبداعية على الأطعمة المختلفة كالشوكولاتة والثلج والزبدة والقرع والبطيخ. وفاز بالمراكز الأولى في النحت على الشمع كل من الطاهي مصطفى علي وعاطف محمد وسامح بكير. احتفلت مدينة القصير بالبحر الأحمر مساء أمس بليلة النصف من شعبان، ويتسم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية في القصير بطقوس خاصة، حيث تسير الجمال يعلوها الهودج في شوارع وميادين المدينة إحياء لذكرى مرور كسوة الكعبة والحجاج من مدينتهم إلى بيت الله الحرام. البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة، على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. ختاما تذكير بأهم وأبرز العناوين. شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يتفقان على مؤتمر عالمي للسلام. أكثر من 120 قتيلا في 7 تفجيرات لداعش بمعاقل الأسد في سوريا. نتنياهو يراوغ ويعلن رفضه مبادرة السلام الفرنسية. انتهت نشرتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.